هو ايه الحكايه؟ مفيش صوت عدل ابدا. اللي بعده. مساء الخير مساء الخير مساء الخير فوزي عندليب الدقي. هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلمي بكرة انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك رجب حوش صاحبك عني. نعم. لا يا فندم. طب حضرتك هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي ممكن تكون مفاجاه لحضرتك ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر فندم. قلبي على تيري قلبي على تيري قلبي على تيري. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري قلبي على تيري تيري على قلبي عشان مش ممكن اقول قلبي على تيري كتير الناس ممكن تزهق فبغير يعني واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على تيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ نفسي يما مش عايزين يدوني التسريح في بلدي يما الكبريت فين يما بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي الكبريت فين يما الكبريت الولاعه هي اسرع خد الولاعه يما بسرعه كده لا يما لا لا ما تجيش منك المفروض تأذريني ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني يما تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي انت موهوب لو كل مطرب المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجهاز من زمان ولا كلنا شفناهم لا يما لا يما كنت منتظر انك تأذريني يا خساره ده انت اللي خساره عليا ده انت هتوكسلي وهتخلص عليا فهتجيب اجلي اما اما سيجاره يما سيجاره قلت لك 100 مره شربك للسجاير في البيت ممكن اشمه وده ياثر عليا كمطرب وبعدين عشان صحتك فولي نفسك بقى فوق يا موهوم يا ابن الموهومه فولي نفسك يا قذر ده انا بعت سيختي وكل اللي حيلتي علشان اعمل لك المشروع اللي يامنك ويامن مستقبلك وتقف على رجليك وانت سايبه وطالع تجري ورا المغنى انا عارف ان المشروع عظيم بس العيب مش في المشروع العيب فيا انا يا امي يا امي انا عيان انا مريض بالغنى والطرب خديني حلليلي حللي دمي حلليه واساليهم فصيلته ايه هيقولوا لك فصيله دمي بي دو ري مي فاصول يا امي يا امي انا في ناس كتير قوي جوايا لو تتعرفي تخرجيهم خرجيهم